أنا خيرية طيب، جاية من لبنان لمشمل. يعني جيت أنا على فنلندا من قبل 5 سنين، فأول ما جيت على فنلندا هو سوسيال اللي استقبلنا وعطونا بيت ورجع استقبلتنا المكتب العمل، ورجع مكتب العمل حط لنا خط التوطين هون بفنلندا وعطانا الكورسات كرمال ندرس اللغة الفنلندية، وتعلمت أنا بالروفالا اللغة الفنلندية. وبعد منا رحت على الفالما، هي بالأماتي كولو، كمان أخذت سنة هونيك كمان لغة فنلندية إضافية وهن بيسموها الصف العاشر، وهي مفتاح الباب للأماتي كولو. أنا هلأ عم أدرس الكوافير بس، والحلاقة هي تصفيف الشعر والحلاقة. أنا بلشت الدراسة لأنه من خلال خطة التوطين بيعطونا العمل التدريبي، لازم نروح نطبق العمل التدريبي بالمهنة اللي نحن بنحبها. فأنا طبقت العمل بالصالون، ومن خلال هذا العمل التدريبي صاحبة الصالون عطتني الأوبي سوبيموس، وأنا رجعت كفيت بالأماتي كولو تصفيف الشعر والحلاقة. هي يعني الاشياء الصعبه بالدراسه اذا يعني نحن اذا ما فهمنا شيء كلمه، لانه اللغه الفنلنديه كل لغه بدك تتعلمها، اذا ما كنت متعلمه من كل الجهات يعني وكل في يعني يمكن نحن كنا درسنا لغه الكتاب، فلما بتصير بالعمل بتصير لغه المحكيه، يعني انه اللغه المحكيه غير عن لغة الكتاب يعني، وبتجيك صعوبات من خلال هيدي الشغلة. أنا إذا خلصت الدراسة تبعيتي وحصلت على شهادة الأماتي كولو، يعني أنا رح بلش شغل بالسوق الحلاقة والصالون.